مشاهدينا، ولتسلط الضوء أكثر على آخر مستجدات أزمة تأخر رواتب موظفي كردستان العراق وتداعيات هذه الأزمة المستمرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام برواري. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. دكتور، هل تعد حكومة بغداد المسؤولة الوحيدة عن أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، أم أن هناك ربما أطراف أخرى داخلة على خط هذه الأزمة؟ نعم، تحية لكم، تحية للأخوة والأخوة المشاهدين والمشاهدات. في الحقيقة أولا يقول الأزمة ليست جديدة، الثانية أن الأزمة سياسية أكثر ما تكون قانونية. يعني إذا تتذكرون في خلال أزمة تشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2021 وإجبار التيار الصلبي على الخروج من الساحة، تم تحقيق الاتفاق بين الشيعة والكرد والسنة على برنامج سياسي. طيب دكتور، الصوت غير واضح، لكن أتمنى لو كنت تسمعني. الكثير من الموظفين الحكوميين في السليمانية أعلنوا إضرابهم عن الدوام بسبب عدم استلام رواتبهم لغاية الآن. برأيك هل سنشهد اتساعا لحالة السخط الشعبي في محافظات شمال العراق إذا ما استمرت أزمة الرواتب لأكثر من شهر؟ أنا أسف، أولا هذا ما يحدث في السليمانية فقط شيء محلي تحريك سياسي له، وهذا مع الاسف شعور عدم المسؤوليه بحزب هو يمثل نصف الحكومه. هناك ايادي لحزب العمال الكردستاني واضح جدا، في كل تحرك في السليمانيه يتم الهجوم على مقرات الاحزاب والدوائر. هذا جانب من الموضوع اخي، وليس هناك امل في ان يتوسع خارج السليمانيه. ولكن المهم انا اعتقد اللي هم مشاهديكم ان يعرفوا من اين لماذا لا الموظفون رواتبهم. هناك الرغد السياسي على حكومه اقليم كردستان على مرضى على موقفها الاقليميه. نعم، يتم الالتجاء الى المحكمه الدستوريه لاصدار قرارات هي غير دستوريه، تعطي الحكومه حججا منذ سنوات. نعم، لكي تتماطل في ارسال الرواتب وتم ارسالها فعلا يعني 45 يوم 50 يوم. هذا هو سبب تاخر المرض. طيب دكتور، هنا أيضا هذا الإضراب جاء بعدما صرحت وزارة المالية في كردستان بعدم إمكانية توزيع رواتب الشهر الماضي قبل إرسال حكومة بغداد رواتب قوات البشمركة. برأيكم لماذا تستخدم حكومة بغداد رواتب البشمركة كعامل ضغط على أربيل؟ شوف حبيبي، هذا طول جديد. قبلها كان هناك حجة القوائم، قبلها كان حجة عدم الإطلاع، قبلها كان عدم المسؤولية، هي حجة مبينة. القوات الحزب الشعبي ليس هناك أي تسجيل أرقامهم لدى لا الحكومة ولا أي جهة أخرى، ويتم صرف مليارات الدولارات لهم. عندما نتحدث عن الحكومة العراقية، مع الأسف حكومة السوداني ضعيفة، هناك حكومة الأمن، حكومة الظل، هي التي تتحكم في الوزيرة وفي المدير العام، وهذا هو الموضوع. أن هناك صراع على إفراغ المحتوى الفدراليه من كل محتوى والرجوع الى حكم مركزي ربما يدينه بالولاء لدوله من دولة. نعم، ورغم أن حكومة أربيل طرقت أبواب التسوية وأعلنت عن تفاهمات مع حكومة بغداد بشأن الرواتب وعائدات النفط والغاز، إلا أن المشكلة دكتور لا تزال قائمة. السؤال هنا، ما المطلوب من حكومة أربيل أن تتخذه في الوقت الراهن لتضع حد لهذه الأزمة وتنتهي مشكلة الرواتب؟ المطلوب من حكومة أربيل أن تستسلم لإرادة الدولة الأمريكية وأن تتعامل مع الأحزاب المؤلفة للحكومة العراقية ومع السليمانية في تمشية أمور أخرى. هذا ما يفرضه حزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا ما يفرضه شعب كردستان، وما يجري هو معاقبة ووهم بأنه ربما ما قيل لهم حتى من قبل الأطراف السردية، إذا مارستم الضغط على الحكومة سوف تعمل مظاهرات الشوارع وسوف تسقط الحكومة. هذا الوهم طبعا أثبت خلال 4-5 سنوات من إطالة الأزمة ليس له أي أساس. إذن الهدف السياسي، وكما قلت مرة أخرى، يتم الالتجاء إلى قرارات المحكمة الاتحادية لأنها محكمة دستورية، والسيد رئيس الوزراء عاجز عن القيام بأي شيء لأنه لا يمكن له أن يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية. من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام مرواري، شكرا لكم على هذه المداخلة.